الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. صليب المسيح اعطيها للمسيحيين علامة خلاص حبتنا للصليب، لا يعبر عنها. اول ما الطفل يبقى صغير اول حاجة بيستلمها من الكنيسة انه يعرف يرسم الصليب، فيرفع ايده ويرسم الصليب وهو بيبي مش بيفهم، لغايه لما الواحد فينا يسلم الجسد ويموت بالجسد. اخر علامه يترك بها هذا العالم علامه الصليب المحيي، وطول الحياه طبعا في الاختبار الروحي في الواحد وهو عايش عارف ان الصليب قوة الله. كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، عرفوهاش. احنا نعرفها، نعرف الصليب ان قوة الله، فاعيش بيه، حس ان قوة الله في حياتي في تفاصيل الحياة الصغيرة. الصليب بالنسبة لي كمسيحي هو الحرية. ليه؟ لان المسيح قطع الرباطات الخطية على الصليب، فبقيت أحس بالحرية الداخلية في قلبي من جوه أن المسيح فعلا حررني من أي نوع من العبودية. بفتخر بالطليب أن هو اللي خلى مفيش حاجة تتسلط علي، لا يتسلط علي شيء. هذا الصليب بحرية، استطيع بالمسيح كل شيء يقويني. الخطية عبودية، ده كلام المسيح اللي انت لسه سمعه. اي خطيه، قال اي خطيه معناه الانسان بيحط نفسه في العبوديه. اما الانسان اللي ماسك في الصليب فاختبر الحريه، ما قدرش يفرط فيها، حبها قوي، اغلى حاجه في الدنيا الحريه. الخطيه استعباد. انا فاكر مثلا الاستعباد ده مثلا الادكشن دي العبوديه، لا لا، اي خطيه مش كذب، عبوديه. يبقى الانسان عبد الكذب. عدم المحبة يبقى عبد مش حر، لأن الحر يعرف قلبه مفتوح بحرية كاملة يحب جميع الناس. العداوة ضد الحرية عبودية، الكلام سيرة الناس عبودية، السرقة، الزنا، الله ثم دي ما عندي عبودية صحيح. للصليب حرية، مش حاجة في الدنيا تقدر يعني تضغط عليك، لأنك أنت حامل الصليب، تتحب الصليب، يعني معانق الصليب، فبتتمتع بالحرية دي. إنسان غلبان من غير الصليب يبقى عبد فعلا، لكن احنا ضعف. أنا بنعمل حاجات كثيرة ضد الصليب. إيه رأيك في الشكوى والتذمر والمضايقة والضيق؟ ده إنسان مش دريان إنه عنده صليب، اشتكي كده ونفسيته داون، تقول لك ستريسد، يا ما عندكش الصليب. ليه؟ لأن الصليب الاحتماس والشكر، لأن المسيح له المجد لما حمل الصليب واحتمل ألام الصليب بلا تذمر، ودالك ده. لكنها كتير بقى في الواحد طول النهار تلاقيه أفقف كده وإيه، ويشتكي ودايق عرفان جاءان، يقول لك الدنيا ديت هم بتاعها. اللحظة دي تبقى كأن الإنسان يعني ولا مؤاخذة في الكلمة رمى الصليب. لكن الحمل الصليب يتذمر، يشتكي زي بقى ده، هو شايل صليب المسيح اللي هو احتمل الألام كمذنب وهو مش مذنب. يسوع احتمل الألام وصلب بار من أجل الأتمة كي يقربنا إلى الله، فهو احتمل الألام والظلم ما تدمرش ولا كلمة. فلما الواحد يقع في الخية الوحشة دي بتاعت الذمر والشكوى والمضايقة والقرف، يبقى كأنه فعلا ايه مش عايش بالصليب. فلما يرمي الصليب طب يحتمل ازاي؟ لكن الآباء القديسين يعني ايه احتملوا، جات عليهم رئات، امراض، اتعاب، اضطهاد، كل انواع الاحزان، وبعدين حبوا الصليب قوي. تصور ان في ناس كانوا يقولوا للمسيح مثلا هم متألمين، يقول لك ايه ما تشيلش عني الالام،
حاجة غريبة أوي. في حد يقول كده متألم ومتضايق يقول له ايه ما تسلسل عن الألام، لكن اديني احتمال. غريبة ليه؟ لأن الحتة دي بقى هي الرصيد بتاعك في السماء. كنت تشيل الصليب تاخد مجده، إن كنت تتألم معه تتمجد معه، لكن إذا رفضت الألام بأي نوع، مش قادر مش مستحمل مش عايز، طب ما فيش مجد. ما هو مجد المسيحيين في إيه؟ يعني الذين هم للمسيح قد طلبوا الجسد، طب ما طلب الجسد ألام بس يبقى في مجد. يعني أقنع جسد يستعبده بالأصوام والصلوات والسهر، واجي بشديد قوي على نفسي. ليه؟ لأن ده صليب فوش دلع ضد الشهوات، ما هو صليب ضد الذات الأنا المقرفة دي، ضدها جدا، حط ذاتي في الأرض. طب بس دي بتضايق، معلش ما هو صليب، لأنك لو لغيت الألام من الصليب ما يبقى صليب، ده مسامير في إيديه وكليل شوك على رأسه وجلدات على ظهره وحربة في جنبه. لو لغيت الألام من الصليب وإيه لازمته بقى؟ إيه معناه؟ يبقى أنت شلت معنى الصليب، لكن الصليب ألام بس، ألام مخلصة، ألام بتتحول، حزنكم يتحول إلى فرح. المسيحية مش غم، لا ده المسيحية تحويل الألام وهموم العالم والمضايقات والأتعاب والأمراض إلى مجد، مش غم، ده تحويل الألم لمجد وتحويل الموت لحياة. فالمسيحيين يعني مجد، بس ايه؟ بس المعبر بتاع المجد، السكة الانترانس بتاع المجد ده هو الصليب. تدخلش في الانترانس مش توصل. يعني يستحيل واحد ادرس مثلا، شوف احنا بقالنا 20 قرن، ادرس سيرة جميع الاباء على مدى 20 قرن، شوف واحد منهم ما شالش الصليب ما يبقاش مسيحي. ما دي علامة المسيحيين، علامة النصرة على الموت والنصرة على الألام والنصرة على الأوهام اللي في العالم والنصرة على الذات والنصرة على المجد الكذاب اللي في الدنيا. الناس يعني يكذبوا كتير في مجدهم، أما الإنسان المسيحي انتصر على كل ده بالصليب. أو أنا عاوز تعيش دي في حياتك اليومية، أعمل إيه طيب؟ صور مثلا طول النهار تقول ايه؟ اشكرك يا رب يسوع، حاله الشكر المستديم دي منين اجيبها؟ طيب لما تفهم معنى الصليب، اشكره على كل شيء، شكر دائم، قلبك يرهق بالشكر. ليه؟ لان المسيح على الصليب محى الصك اللي عليك، ما عليكش ديون. صك الخطايا دي اجره الخطايا ايه؟ موت. المسيح مات من اجلك وما خلاش عليك دين، وقطع قيودك والكمبيالات اللي عليك والحاجات ايه مزعها وسمرها على الصليب، والاعداء اشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه، غلب كل حاجة عشان يقولك انت ايه، مفيش حاجة تغلبك بقى. فبقى الصليب في حياة المسيحيين لزوم طبعا، طب من غيره بقى مسيحي؟ وفهم الصليب لازم يبقى فهم كويس. اوعى تفتكر الصليب يعني المصيبة، الحاجة اللي تيجي على الواحد يعني كارثة بتاع مش عارف، لا 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 لا، الصليب هو الإيمان، إيماني بمخلصي، إيماني بالثالوث الأقدس، إيماني بالتجسد، إيماني بالقيامة. طبعا كل الإيمان المسيح هو الصليب، فعاوزك تعيشه بقى طول النهار. ما بنعيد الصليب ده، احنا بنعيد الصليب كانه عيد سيدي كبير، الحقن الجميله رغم ان احنا في الصوم يعني، لكن ده صليب المسيح، صليب المسيح اللي اعطي ليا كعلامه تبعيتي للمسيح. شفت واحد في الشارع شايل الصليب تعرف انه مسيح؟ طبعا. واحد ماسك صليب وماشي في الشارع، ما ده مسيح؟ طبعا. مش علامه ظاهره هي، لا ده علامه في الانسان الخفي جوه، تبان بقى في التصرفات في وسط العيلة بتاعتي، في وسط الشغل، في وسط الناس، في وسط الكنيسة، في وسط الغرب، يبان ان انا فعلا حامل الصليب. انا ناس بتتكلم في كلام وحش، كلام بطال او سير وحش،
أقدرش أشترك معه. طب ليه؟ لأن شايل الصليب، الصليب ما يقدرش يدخل في حتاتي. أو ناس يعني يحبوا مجد العالم، مجد العالم، طب ده الصليب ده بيه قد صلب العالم ليه؟ إيه المجد الزائل ده؟ أنت بقى يضحك عليك الإيه المناظر دي اللي بيعملوها دي تغطية البوار داخلي. المجد الحقيقي عرفوا ازاي الصليب يبينه لك قوي. شوفوا القديسين فيهم ناس عاشوا غلابة قوي وفقر قوي ومجهولين من العالم، لكن ايه مليانين مجد. ايه المجد الحقيقي؟ اعرفه عن طريق الصليب. لو انا فعلا قريب من الصليب اعرف يعني ايه مجد ويعني ايه كذب، واعرف مجد الله ومجد الناس. مجد الناس مش عايزه، العظمة الكذابة ديت اللي بيداروا بيها مثلا بالمناظر بالأبهات اللبس مش عارف ايه، يقول لك صرفنا قد ايه على ايه، يعني عملوا فرح يقول لك صرفنا كذا مليون، ده ايه ده؟ مجد براني، مجد ملوش معنى، فخر خارجي. او الادتين لنا هذا الكنز في اواني خزفية تحت غطى كده، غطى ايه؟ غطى الاتضاع. تلاقي واحد يقول لك انا ابوس رجليك يا اخي، لا، مكروبين مزلين طافوا في جلود غنم وجلود معز لم يكن العالم يستحقهم. ليه؟ مليانين مجد. فكل ما الواحد يتضع كل ما يبقى وشيل الصليب بالتضاع كل ما يتملي مجد، تلاقي وشه منور كده. رواه ان نرشم الصليب طول النهار، طول النهار الواحد يرشم الصليب يرشم الصليب يرشم على كل حاجة، فتتحول الحاجات الميتة لحية لأن الصليب قوة الله. لما أجي أكل لقمة أو أشرب كوباية مية برشم عليها الصليب. ليه؟ عادة. عادة إيه؟ ده الصليب قوة الله على كوباية المية طبعا يحييها. أما ليه؟ على لقمة بكلها يحولها من طعام مادي ميت عشان تبقى إحنا أولاد الله. كل ما يتصل بيك مقدس. بيتقدس ازاي؟ بالصليب. كل ما يتصل بيك، هدومك، لبسك، اكلك، شربك، فراشك، نومك، صحوانك، عربيتك اللي بتسوق، الحتة اللي بتروحها، الحتة اللي تدخلها، الورق اللي تمسكها، ايه ده ايه ده؟ طبعا صليب يدخل يتخلل جزئيات الحياة، حاجات صغيرة قوي. طب في الحاجات التافهة صليب قوة الله، ما عندناش حاجة ما تفعى حاجة كبيرة في الدخول في الخروج طبعا. فعشان كده بقول لك ايه، عيد كبير فعلا حس بيه، حس جوايا كده، وحس الصليب دي يعني ايه بيحفظني. العالم وحش، خطايا مريعة، مين يحفظ؟ قوة الله. صليب ارشمه على نفسي على الجو اللي حواليا. وعشان كده لا، الإنسان المسيحي الحقيقي لا يخاف. صدقني الإنسان الحقيقي المسيحي الحقيقي لا يخاف حتى الموت، حتى الموت. ليه؟ لأنه محصن بقوة الله، مفيش خوف بقى. يعني قلت لك في الأول مفيش عبودية، إذا كنت شايل الصليب فعلا مفيش خطية تقول لي أصل غصب عني. صليب ينزع عنك الخوف، فما فيش خوف ابدا. يا هو ايه الحقيقه دي؟ لان مؤمن عليك. انت فاكر ايه ده؟ حتى شعور رؤوسكم جميعها مقصاه. صليب محوطك، والصليب حياتك، والصليب اللي انت اترشمت بيه بالميرون، والصليب اللي انت احنا بنسجد لخشبه الصليب، مش بنعلقها على صدرنا زينه، لا، ده احنا مختومين بختم الله الحي في السماء كده. المختومين اسمهم كده، مختوم بختم الله الحي اللي هو ايه؟ صليب طبعا. فالصليب ختم الله الحي، لهم ختم الله على جباههم هنا، اللي هو الصليب اللي جوه عقلك وفكرك وذهنك، ختم الله. اوعى ده يكون منسي. وما افكر بايه؟ افكر زي، افكر زي اهل العالم؟ افكر زي اهل الدنيا؟ لا، انا فكري، فكري نابع من الصليب، والصليب قدام عيني. انتم الذين رسم امام عيونكم، اوعى يغيب عن عينك. لو غاب عن عينك كله يتلخبط، مش هتشوف.
اقول لك الصليب ده عارف العدسة المكبرة اللي تقدر تشوف بيها كل حاجة، ومن غيرها الواحد يبقى مضبش كده مش شايف، صليب كده محطوط قدام مني عيني عشان ايه؟ عشان اشوف بيه كل حاجة. طب ومن غيره مش هشوف، اتغش. انتم الذين رسم امام عيونكم يسوع المسيح وهي مصلوب، فالتمس ازاي في الدنيا دي؟ قال انا ماشي قدام العدسة بتاعتي مكبرة جدا توريني الحق وتوريني الكذب، توريني اللي الناس ماشية فيه، مفاهيم الناس، وشيء عندي بصيرة. نحن نعلم ان ابن الله قد جاء واعطانا بصيرة. ايه البصيرة؟ الصليب، شوف من خلالها كل حاجة. ومن غير الصليب قول مش عاوز اشوف حاجة، لم اعزم ان اعرف شيئا بينكم الا يسوع المسيح وهي مصلوب. عاوز اشوف اخواتي دول اشوفهم بالصليب اللي في عيني ده، فشوفهم حلوين قوي، فهبص لكل حاجة وهفرز لان عيني فرازة كويسة قوي، فاهمة، مستنيرة بالصليب. فكري ختم الله الحي خلينا افكر في كل حاجة، كل ما هو مقدس وكل ما هو طاهر وكل ما صيته حسن، ففي هذه افتكروا من ايه؟ من الصليب هنا. لكن فكر السوء، ظن السوء ده منين ده؟ ده مش من الصليب. فكر العداوة، دايق من حد ومش عاوز اشوف وشه، مش من الصليب. صليب ده الصليب قتل العداوة. اذا لقيت انسان مسيحي صح، مسيحي صح، يستحيل يعرف عداوة. ليه؟ لانه بتاع الصليب، والصليب قتل العداوة. اما تلاقي واحد العداوة بتشتغل في قلبه اعرف انه رمى الصليب ركنه. لكن الصليب ايه؟ الصليب علامة السلام الالهي. صالح السمائيين مع الارضين ازاي؟ بالصليب. قتل العداوة قاتلا العداوة به. فاذا كنا مسيحيين اعيش بكده. اغلب ازاي؟ هذه الغلبة التي نغلب بها العالم ايماننا به بالصليب. اغلب العالم، اغلب العداوة، اغلب الشهوات، اغلب ذاتي، اغلب الخطايا، اغلب الضعفات، اغلب الالام، اغلب الموت. لربنا المجد دائما ابدا.